الجن رئيس جمعيته إنماء مدينة الكهف. هي كما تسميتها تعنى بالعناية بالتراث المادي واللامادي وبسيادة المدينة وكل ما يخص ويهم تنمية المدينة والجهة بصفة عامة. كذلك هي تعمل على تأطير الشباب وتكوينه وإنجاز العديد من المشاريع سواء المتعلقة بالبيئة أو بالمحيط أو بصيانة المدينة، كما تقوم بعمليات تحسيسية وتوعوية سواء لنظافة المدينة أو لمعناها تحريض وتحسيس المتساكنين على مزيد العناية بمدينتهم، وكذلك لفت السلطة المعنية للتدخل في كل ما يهم المدينة العتيقة والتراث المادي واللامادي. هو فيستيفال مايو أو مهرجان عيد مايو هي تظاهرة تراثية، هي تحيي جانب من التراث اللامادي لجهة الكاف ولمدينة الكاف بصفة أخص. هو معناها يحتفل بهذه التظاهرة في النصف الثاني من شهر ماي. تنتظم هذه التظاهرة في إطار إبراز المخزون الثقافي والتراثي لجهة الكاف، وهذه التظاهرة تم في النصف الثاني من شهر ماي لأنه معناها نبدو نستعد لتوديع معناها موسم الربيع واستقبال معناها موسم الصيف وموسم الحصاد، وهذه الفترة معناها تشهد خصوبة طبيعية الألبان، اللحوم، الخيرات الطبيعية تبدأ متوفرة. كذلك هي معناها تتزامن مع موسم جز معناها الأغنام، إذا هي معناها يحتفل بهذا الموسم في فترة مميزة. ومعناها من مميزات هذه الفترة يجب بالنسبة للنسوة أن يقمن معناها باكرا معناها لتنظيف البيت وغيره، والتوجه نحو عين معناها يقال أن ماءها معناها شفاء ودواء لجملة من معناها الأمراض، وهذه العين هي ماء معناها صافية، ماء معناها لها خصائص معدنية وطبيعية عديدة، إذا يجلبنا الماء من هذه العين ومعناها يتزيننا ويتجملنا ويقومنا بجملة من الطقوس لمعناها الاحتفال بهذا اليوم. في هذا اليوم كذلك تطهى معناها أكلة البرزقان اللي هي أكلة بربرية متكونة أساسا من معناها الكسكسي معناها الحبوب الكسكسي النمري اللي هو يطيب في الشمس بصفة طبيعية وعادية وليس معناها مادة كسكسي التي تصنع بالمعامل. هذه المكونات هذه الأكلة هي معناها الفواكه الجافة، هي الحليب، هي الزبدة، هي الدجلة، هي لحم الخروف، ولحم الخروف يطهى بصفة معناها خارقة للعادة، يطهى في الإقليم ومعناها يطهى لوحده ثم معناها يوضع على طبق ما يسمى بطبق البرزيان والمتكون اساسا من فواكه جافه من الزبده من الكسكسي ومن لحم الخروف. التميز في هذه التظاهره هي اولا في تنوع الانشطه، ثانيا في الابعاد اللي اخذتهم واللي نحن نريد ان نتوجه بهذه التظاهره نحو العالميه. سوف معناها نجيبك ونعرض عليك معناها محتوى البرنامج. البرنامج في جانب محل هو في معناها تظاهرة سميناها خيمة التراث التي معناها تنتظم يوم الأحد 8 مايو بمدينة تجروين، وهي خيمة تحتوي على عرض لمنتوجات من الصناعة التقليدية لجنوب ولاية الكاف، كذلك للأكلات الشعبية بهذه الجهة هذه المناطق، كذلك كرنفال معناها أو استعراض بشوارع المدينة وتحية العلم وفقرات كثيرة أخرى تنشيطية وموسيقية وغيرها. إلى جانب هذا الجانب الجهوي
وهو معناها أين تقام النسبة الكبيرة من العروض، لنا عروض موسيقية سوف يتشرف زياد غرسة بأن يكون من ضمن ضيوف هذا المهرجان ويؤثر فقرة من فقرات مهرجان بمعنى من قصبة بقصبة الكافة التاريخية. كذلك سوف يكون للمسرح نصير وجهة جلدوبي ومسرحية عفشة منامور، كذلك مركز الفنون الرقحية والدرامية بإشراف الدكتور سامي نصري ومن إخراجه سوف نشاهد مسرحية أرض الفراشات، كذلك عبد الرحمن الشيخاوي ابن الجهة وفنان مبدع المنسيات وأنها الغناء سوف يعرض لنا عرض الغناء، كذلك مركز سحب المصراتي بالكاف له إنتاج فني جميل وجيد كيف كيف مع عرض موسيقي تراثي يتضمن لوحات راقصة، عرض كامل متكامل يعني الأعجاب. وكذلك هناك أيام دراسية لتناول مسألة التنمية بجهة الكاف والنظرة الاستشرافية للتنمية بجهة الكاف، سوف نتناول بالدرس القطب الاستشفائي الجامعي بالشمال الغربي، المعهد العالي للدراسات التطبيقية في التكنولوجيا، مشكل المياه بجهة الكاف ومعناها التنمية بصفة شاملة وعامة. كذلك للشباب سوف يكون له نصيب من العروض الفرجوية والعروض الموسيقية، سوف يكون لهذا المهرجان بعد وطني، ونحن اليوم في فضاء المرابط نقوم بمعرض للصناعات التقليدية ومعرض للوحات معناها والصور التذكارية لميراث وتراث الكاف ومخزونها الحضاري والثقافي والتاريخي والصناعات التقليدية والأكلات الشعبية وغيرها. غدا بنفس الفضاء بما مع فضاء المرابط سوف تعرض فرقة كيف الكيف وسوف تقدم أكلة البرزقال في معناها للزوار ولمن لا يتسنى له الذهاب إلى الكيف لمواكبة معناها هذه الأكلة. من ضمن الفقرات هو معناها ولمدة معناها نهاية الأسبوع الأول يوم 14 و 15 ويوم 21 و 22 سوف تقوم معناها الجمعية بتنشيط المدينة العتيقة، زيارات مرافقة وكذلك أكلة البرزقال المميزة والتي تندرج في إطار تراث المادي لجهة الكاف ستقدم. أخيرا وليس آخرا نحن بصدد الأعداد لتظاهرة عالمية سوف تحتضنها عاصمة النور مدينة باريس العاصمة الفرنسية، وهذه التظاهرة أعطيناها كاسم من أجل معناها لو برومي فوروم انتر كولتورال بور لا كوزيستانس دو بوبل، الفوروم الأول معناها للثقافات وتعايش الشعوب، ونحن بصدد الأعداد لهذا هذه التظاهرة التي تنتظم مع جمعيات وناشطين مجتمع مدني من أصدقاء الكاف بفريق باريس وبفرنسا، نحن بصدد الأعداد لهذه التظاهرة إن شاء الله معناها نوصلوا باش نقوموا بها لأنه ننتظروا باش تسوق لجهة الكاف وتعرف بجهة الكاف مخزونها وبتاريخها وبمميزاتها.